بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 41 حول الكمبيالوباكتر. في هذه المحاضرة إن شاء الله حنتكلم على الكمبيالوباكتر General Features, المورفولوجي والكالتشر والباثوجينيسيس والدياغنوسيس والتريتمنت and البريفنشن. تعالوا نشوف الجنرال فيتشرز. أول نقطة في الجنرال فيتشرز إن الكمبيالوباكتر ده موجود as a carrier في الانتستين في الانتستانال تراكت للبيرتس, يعني موجود في الانتستانال تراكت للطيور وللدواجن ككارير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه كمان الكمبيالوباكتر موجودة as a carrier في الأمعاء بالنسبة للدوماستيك أنيمال للقطط للكلاب أكرمكم الله, موجود as a carrier. النقطة الثالثة كمان إنه الكامبيالوباكتر ده موجود as a carrier في الانتستينال تراكت للكتل. النقطة الرابعة من الجنرال فيتشرز له إنه موتايل وكمان معه سينجل بولر. طبعا النقطة الخامسة مهمة جدا إنه هذا الأورجانيزم الكامبيالوباكتر لما ينمو يعاوز كمية بسيطة من الأكسجين, فلذلك نقول عليه مايكرو إيروفيليك, يعني عاوز 5% فقط من الأكسجين. وكمان مع صفة أخرى ثانية اللي هي أنه ثيرموفيلك, يعني عشان ينمو عاوز 42 درجة مئوية. الكامبيالوباكتر فيه 2 species اللي هما كامبيالوباكتر جيجني وكامبيالوباكتر فيتاس. بالنسبة لنا حقيقة احنا الكامبيالوباكتر جيجني اللي هو الموست امبورتنت, 95% من الانتيروكولايتس اللي بيسببها الكامبيالوباكتر جيجني هي مسؤولة عن أو مسؤولة عنها الكامبيالوباكتر جيجني. الكامبيالوباكتر فيتس بيعمل سيستماتيك انفكشنز, بيعمل بكتيريميا, بيعمل الكوليستايتس, بيعمل مينينجايتس, لكنه بيعمله فقط في الاميونو كومبرمايزد بيشنتس. فاحنا حديثنا حيكون على الكامبيالوباكتر جيجني. تعالوا نشوف المورفولوجي والكالتشر. المورفولوجي انه جرام نيجاتيف رودز, بيعمل عمليه الكولينج وينج, يعني شكله زي عمليه اجنحه النورس, وكمان اس شيب برضو موتايل نان كابسوليتد ونان سبور فورمي. الكالتشر بالنسبه للكامبيالوباكتر جيجني زي ما قلنا هو مايكرو ايروفيليك وكمان ثيرموفيليك, ممكن ينمو او بينمو 42 درجه مئويه, وكمان الى حد ما نقول انه سلو جراور. سلو جراور يعني عاوز تقريبا الى يومين عشان ينمو. الميديا سيلكتيف ميديا يسموها ساكروز ميديا, اللي واحد هي عباره عن بلاد اجار. البلاد اجار بس وضاف فيه انتي بايوتكس اللي هو الفانكومايسين البولوماكسين والترايميثوبرين, فاصبحت سيلكتيف ميديا ينمى عليها الكامبيالوباكتر. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس للكامبيالوباكتر جيجني. اول شيء بيعمل في الانتقال حقه بطريقه الفيكال اورال روت, وخاصه في التشيلدرن اللي معاهم دوماستيك انيمال خاصه زي القطط. فالقطط زي ما قلنا قبل شويه في الانترودكشن او في الجنرال فيتشرز انه محمول موجوده في الانتستينال تراكت كأزا كارير. فلو حصل انه والقطه نايمه جنب الطفل حصل كونتامينيشن, فبالتالي حتروح الاصابه بالفيكال اورال روت. بعد ما تروح الاصابه بالفيكال روت هذا طريقه. الطريقه الثانيه انه كمان قلنا انه موجود في الكاتلز, فلو الانيمال او الكاتلز حصلها انفكتد ممكن بالفيسز حقها تلوث الماء. فلو غسلنا الماء او غسلنا الخضروات والفواكه بالماء الملوث واخذها الانسان حيحصل انه انفكشن, او انه كمان الحليب اللي اخذناه من مثلا من الابقار, لو انه حليب اصيبت الكاتل فالحليب حيكون ملوث, شربه الانسان بدون بسترة حينصاب, او طبخنا اللحم واللحم اللي طبخناه ما استواش حينصاب برضو الانسان. اذا هذه الطرق اللي ممكن تؤدي للانفكشن واللي هي بتعمل زي ما قلنا الديزيز اللي هو الانتيروكولايتس. اذا كيف حيحصل الكامبيالوباكتر جيجني؟ حتعمل انفيد الابيثيليال سيل في الجيجنم وفي الاليوم وفي الاند الكورن, ولذلك من هنا سموه جيجنم وسموه جيجناي للجيجنم. بعد ما يحصل انفيد حيحصل انه حتبدا تعمل برودكشن للانتيروتوكسين اند السيتوتوكسين. فلانه حصل عمليه انتيروتوكسين وسايتوتوكسين, السايتوتوكسين ذا حيكسر الخلايا وبالتالي حيحصل انفلاميشن وبالتالي حيحصل بلادي دياريا, وبالتالي البيشنت حيكون كاركترايزد باي فيفر وبلادي دياريا وابدومينال بين, والانكوبيشن بيريد من يوم الى 7 ايام, وبالتالي هذا سيلف ليميتنج. طيب هذا الكلام كله سيلف ليميتنج ما يهمناش خالص. المشكله في الكامبيالوباكتر جيجني المشكله فيها الكومبليكيشن,
ايش الكومبليكيشن اللي بتحدث؟ الكومبليكيشن تحدث من حاجه بنسميها كروس رياكتيفيتي. يعني ايش كروس رياكتيفيتي؟ هذه زي ما قدامكم الكمبيلوباكتر جيجيني، وهذه عمليه الاور اورجان. فالانتي باديز اللي بتطلع للكمبيلوباكتر جيجيني، وفي نفس الوقت الانتي بادي ذا لها شيرنج في الاور اورجانز وتروح تتفاعل معها، وبالتالي تحصل عملية ما نسميها بالديزيز نتيجة للكروس رياكتيفيتي. إذا الكروس رياكتيفيتي بعد الإصابة بأسبوعين حيحصل أوتو إميون ديزيز ناتج الكروس رياكتيفيتي. زي ما قلنا في أنتي باديز طلعت للكامبيلوباكتر جيجيني، هذه الأنتي باديز لها شيرينج في الأور أورجانز. أول ديزيز وأشهر ديزيز اللي بيطلع اللي بنسميه جيان باري سندروم، يسموها كده جيان باري سندروم. ايش اللي بيحصل؟ بيحصل ان في انتي باديز اللي طلعت للكامبيلوباكتر جيجيني بتروح بتلتصق في المايلين شيث، فلما تلتصق في المايلين شيث يحصل بريفرال نيرفس سيستم دامج، وبالتالي تؤدي الى عمليه المسل ويكنسس. فدي واحده من المشاكل اللي ناتجه عن عمليه الكروس رياكتيفيتي. المشكله الثانيه يسموها رياكتيف ارثرايتس، ومن اسمها رياكتيف يعني تفاعليه. ليش تفاعليه؟ لانه في انتي باديز جاء واساسا طلع من كل الكامبيلوباكتر جيجيني وارتبط بعمليه بالجوينتس، ومن هنا حصل تفاعل فسميت رياكتيف ارثرايتس. كمان بحان يسموها كمان الريترز ديزيز. الريترز ديزيز هو بيحصل انه انتي باديز للجوينتس فيحصل ارثرايتس، كمان انتي باديز للكونجكتيفا فيحصل كونجكتيفايتس، يعني شيرنج الانتي باديز دي كمان في اليوريثرا، وبالتالي يحصل يوريثرايتس. فهذه الكومبليكيشن هي الخطوره اللي فيها من الكامبيلوباكتر جيجيني وليس عمليه الانتيروكولايتس. اللاب دايجنوسيس فيري سمبل، السبيسمن اكيد الدياريا، الدايركت سمير بنروح بنعمل الدايركت سمير، بنشوف الويت بريبريشن ونشوف الموتيليتي، بيسموها الدارتنج موتيليتي، حنشوفها لان معها سنجل بولر. النقطه الثانيه انه بنشوف الجرام ستين، نشوف جرام نيجاتيف رودز وذ الكوما او الاس شيبس، حنشوفها لكن الصوره مش واضحه، لكن حنشوف انه في كوما شيب. النقطه الثالثه بالكالتيفيشن او الكلشر، بنزرعها على الستولز ده على الساكروز ميديا، وبنعمل انكوبيشن هنا لانها بتقاوم الى 42، خليها في 42 درجه مئويه وفي وسط المايكرو ايروفيلك. هنا حيحصل الكولونيز اللي حتنمو، طبعا حتكون هي صغيره بين بوينت، لكن الكولونيز اللي حتنمو حنعمل لها ايدنتيفيكيشن بالمورفولوجي وبالبايوكيميكال رياكشنز. فالبايوكيميكال رياكشنز دي تخيلوا دي الكامبيلوباكتر اوكسيديز بوزيتيف وكاتاليز كمان بوزيتيف والنان شوجر فيرمنتر وكمان يوريز نيجاتيف. النقطه الثانيه انه دي لها كمان يونيك كاركترز يسموها عمليه الهيبيوريت هيدروليسيس، ان الكامبيلوباكتر جيجيني بتعمل الهيبيوريت هيدروليسيس. كيف بتعمله؟ اساسا الهيبيوريت ما هو؟ هو عباره عن اتي عن شقين عن مرتبطين الجلايسين والبنزويك، فالاورجانيزم يجي يحللهم فيفك الجلايسين ويفك البنزويك. احنا عشان الجلايسين لوحده نروح نضيف له اوكسيدايزنج ايجنت اللي هو نينهايدرين، فالاوكسيدايزنج ايجنت ده حيتفاعل مع الجلايسين ويعطينا بيربل زي ما انتم شايفين. دي واحده من المين كاركترز. النقطه الثانيه المهمه اللي هي سيرولوجيكال تيست. احنا سيرولوجيكال تيست دي بنعملها ديتكشن للانتي باديز باي الاليزا، وهي مهمه في جليان باري سيندروم. بنستطيع انه في انتي باديز فاحنا بنخاف انه تحدث الكومبليكيشنز دي. التريتمنتس بالنسبه لها طبعا بالتاكيد لو في اي دياري حيكون في فلويد كوركشن، بالتاكيد الانتي بايوتكس الاثرومايسين او السبروفلوكساسين يعتبر دراج اوف تشويس لها. البريفنشنز اللي ممكن نعملها بالتاكيد ما في فاكسين للكامبيلوباكتر جيجيني، لكن احنا ممكن نعمل الهايجينيك ميجرز، نعزز ثقافه الهاند ووشنج، نعمل عمليه معالجه لمياه الصرف الصحي، المياه لابد ان تكون فيها الكلور بالنسبه المحدده. النقطه الثالثه كمان انه اي طبخ او طهي لابد انه يكون يعني بشكل ملائم ومناسب بحيث نحن نضمن ان البكتيريا دي حصل لها الكلينج. النقطة الرابعة انه طبعا الحليب لابد ان يكون مبستر خاصة اللي في الارياف. هذا اللي في المحاضرة اللي هي الكامبيلوباكتر، واللي تكلمنا على الكامبيلوباكتر جيجيني، تكلمنا على الجنرال فيتشرز، على المورفولوجي، على الكلتشر، باثوجينيسيس، لاب دايجنوسيس، والتريتمنت اند البريفكشن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.